بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على موضوع جديد اللي هو ازاي الكوتلين بتتعامل مع الداتابيز. واخترنا الموضوع الرئيسي في الداتابيز ان هو يكون حاجة اسمها الجي دي بي سي، رغم ان في حاجات تانية برضو ممكن نشتغل بيها على الداتابيز. الجي دي بي سي اختصار جي اللي هي جافا، ودي بي اللي هي داتابيز، والسي اللي هي كونكتيفيتي. الفكرة كلها بتاعتها ان الكوتلين او الجافا ابلكيشنز خلاص، والناحيه الثانيه في الداتابيزز اللي هي ماي سيكوال، اوراكل داتابيز، بوست جريز، مونجو دي بي، اس كيو لايت، الى اخره من انواع الداتابيزز المشهوره. خلاص دي تطبيقات ودي تطبيقات مختلفه. الابلكيشنز بتاعتنا سواء كانت ويب ابلكيشنز او موبايل ابلكيشنز او كلام زي كده، غير الناحيه الثانيه اللي هي الداتابيزز بتاعتنا. فاللي بيوصلهم لبعض زي ما احنا شايفين في الصوره اللي هو حاجه اسمها جي دي بي سي، الوسيط. زي بالظبط انت انا مثلا الكوتلين والجافا ابلكيشنز وانت الداتابيزز مثلا على سبيل المثال، ولازم نتواصل مع بعض. فيبقى التواصل بقى يعني مثلا من خلال الموبايل، يبقى الموبايل ده بالنسبه لنا هو هيبقى ممثل بالنسبه لنا هو زي اكن الجي دي بي سي بالظبط. اللي عايزين ناكد عليه برضو في الابلكيشنز بتتواصل زي مع الداتابيزز، بتتواصل من خلال حاجه اسمها الدرايفر مانجر. طبعا جي دي بي سي اي بي اي اللي هي ابلكيشن بروجرامبل انترفيسز او بروجرامنج انترفيسز، اللي هي شويه الاوامر اللي هي عباره عن الفانكشنز الكلاسز والفانكشنز الداخليه، باكج كلاسز فانكشنز. دي بنسميها كده ايه، شويه اوامر ان انا اعمل كونكشن، ان انا اعمل اتصال، او ان انا اعمل ارمي بيانات، او ان انا اجيب بيانات، او ان انا اعمل مش عارف ايه. دي اوامر خلاص بتتم تنفيذها من خلال حاجه اسمها درايفر مانجر. من خلال درايفر ايه مانجر. درايفر مانجر ده بقى في درايفر على حسب كل نوع داتابيز. يعني في للاوراكل داتابيز مثلا درايفر خاص بيها، في بالنسبه مثلا للماي اس كيو ال فيها داتابيز خاص فيها درايفر خاص بيها. لو انت لو حبيت تدور على اي درايفر مثلا شغال مثلا بوست جري مثلا، فهتكتب مثلا جي دي بي سي او كونكتور مثلا درايفر واسم الداتابيز مثلا، وتسيرش هتلاقي على طول اللينكس بتاعتها جي دي بي سي درايفر لاس كيو لايت لمونجو دي بي الى اخره اي نوع. طيب الفكره كلها اللي انا عايز اكد عليها ان بالنسبه للريليشنال داتابيز زي الاوراكل داتابيز العاديه، زي الماي اس كيو العاديه اللي هي ريليشنال داتابيز، زي الاس كيو سيرفر، زي الاس كيو لايت، زي الحاجات اللي هي شغاله ريليشنال داتابيز، هتبقى تقريبا انت لو اتعلمت واحده هتعرف تشتغل في الباقي. هتغير الكونكشن سترنج والاوامر تقريبا كلها متشابهه خلاص، وخلاص الاساس بقى واحد والفهم بقى واحد. والنوع بتاع النو سيكوال زي المونجو دي بي والحاجات دي ليها نظام شويه مختلف. فاحنا ان شاء الله هنحاول نتناول نوع من انواع الريليشنال داتابيز ونمشيها على الباقي، وان شاء الله نبص على نوع من انواع النو سيكوال باذن الرحمن. طيب الفكره، ادي الابلكيشن بتاعي اللي هو موبايل ابلكيشن او ويب ابلكيشن، بعمل فيه عايز اقول له كونكت او كونكشن. الجي دي بي سي درايفر هنا هو اللي بيفهم على حسب كل، احنا طبعا اتفقنا ان كل نوع داتابيز ليها جي دي بي سي درايفر بتاعها، فهو عارف ان مثلا انا بتصل دلوقتي على اس كيو لايت، فهو عارف الاس كيو لايت بتشتغل ازاي، فكريت الكولكشن. تمام، الدرايفر اللي انا منزله ده بتاع بوست جري، فهو عارف البوست جري بيفتح الكولكشن بتاعها ازاي، فهو هنا المسؤول عن تحويلها لما تفهمه الداتابيز. اسند ستيتمنت، عايز ابعت امر انسيرت ابديت ديليت مش عارف، هنا بيكزكيوت بينفذه. مين اللي بيعمل ده؟ الجي دي بي سي. النتائج بترجع من الداتابيز انجن وترجع تاني ورا وتتحذف للابلكيشن. مين اللي مسؤول؟ الجي دي بي سي. كلوز الكونكشن تقوم قافله الكونكشن تحت الى اخره. يبقى دي كده العمليه بتمشي بالشكل ده. عرفنا يعني ايه جي دي بي سي فكرته، عرفنا يعني ايه جي دي بي سي درايفر، عرفنا ازاي الابلكيشن بتاعنا هيتكلم مع الداتابيز، عرفنا ان في الريليشنال داتابيزز ليها نظام والنو سيكوال ليها نظام، رغم على فكره ان في درايفرز دلوقتي نازله بتخلي النو سيكوال يتعامل زي الريليشنال داتابيزز العاديه. على العموم هنشوف مع بعض ازاي ان شاء الله على طول عملي ازاي نتعامل مع الاندرويد كوتلين او الكوتلين الوقت بروجرامنج لانجويج مع الايه مع الجي دي بي سي ومع الداتابيزز المختلفه ان شاء الله.